الأدلة على نقض هذه الروايات وضعفها وكذبها فهي كثيرة جدا. يعني من أهم النقض ما ذكره أهل العلم أن كبار الشيعة كبارهم، يعني الآن لو قلت للشيعة تعالوا من هم كبار علمائكم غير الأئمة الاثنى عشر، من هم كبار علمائكم؟ قالوا تلاميذ جعفر الصادق هذا كبارنا. من هم؟ قالوا زرارة بن أعين، محمد بن مسلم، بريد بن معاوية، أبو بصير، هم يسمونه مؤمن الطاق، احنا نسميه شيطان الطاق، طيب مؤمن الطاق، محمد الأحول، جابر الجعفي، عمار الساباطي، وغير ذلك كثير من رواتهم الذين هم مدار دين الشيعة يخرج على هؤلاء، يدور على هؤلاء الناس. كل هؤلاء لم يعلموا بالمهدي المنتظر، وإنما كذب. متى كذب؟ بعد موت الحسن، لأن هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم الآن كانوا في زمن جعفر وموسى وجعفر السادس وموسى السابع، بينما الحسن الحادي عشر، يعني مات هؤلاء من زمان. طيب، وهم كانوا يتمنون أو يظنون الحسن سيكون له ولد، وهكذا تمشي المسألة، لأنه لن يقفوا على 12 كما هو حال الشيعة اليوم، وإنما سيستمرون فلان ابنه فلان ابنه، يدعون ذلك كذبا وزورا. لكن كما قلنا صدموا بأن الحسن إيش؟ لم يكن له ولد، فاضطروا إلى الوقوف عند الحسن وألفوا ولدا غيبيا وقالوا هو المهدي المنتظر، وذلك لكي تستمر الإتاوات الأموال التي كانوا يأخذونها من الشيعة بحجة أنهم يوصلونها إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، المتأخرون الذين في زمن الحسن العسكري، لأن جعفر الصادق رحمه الله توفي سنة 48 و100، بينما الحسن العسكري توفي سنة 60 و200، يعني تقريبا 110 سنوات. فالمجموعة التي كانت في زمن جعفر وفي زمن موسى كلها إيش؟ ماتت. الآن المجموعة اللي في زمن الحسن العسكري، المجموعة الجديدة، قالت لا في ولد. قال طيب لحظة شوي، تقولون في ولد؟ طيب كبار الشيعة ما يدرون؟ الأولين ما يدرون في 12؟ هم يقولون هذه العقيدة عقيدة إلهية جاءت من عند الله، وأخبر بها الله نبيه محمدا، والنبي محمد أخبر بها عليا، وبل إن بعض الروايات عندهم تقول إن الله سماهم بأسمائهم. طيب تلاميذ جعفر ما عرفوا ذلك؟ تلاميذ موسى ما عرفوا ذلك؟ تلاميذ علي الرضا ما عرفوا ذلك؟ تلاميذ الجواد ما عرفوا ذلك؟ تلاميذ الهادي ما عرفوا ذلك؟ بس تلاميذ الحسن العسكري؟ لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين ألفوا هذه الأحاديث الجديدة.